السلام عليكم بنات خواتات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي مزيان، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. نتمنى هاد لا فيديو يلقاكم فرحانين ناشطين، صحتكم مزيانه كيف العاده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد روتين جديد. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو اللي غنشارك معكم ينال الاعجاب ديالكم، ومرحبا بكم معايا في هاد لا فيديو هذا اللي ان شاء الله درت معاكم واحد روتين خفيف ظريف كيف العاده، وبغيت نشارك معاكم ان شاء الله واحد التورته اللي هي هائله، واحد الكيك باربع طبقات اللي كيجي هائل واقتصاديه بمكونات جد بسيطه. كيف مولفه معكم ديما كنشارك معكم وصفات اقتصاديه. المهم البنات، انا جمعت هذا البليصه هذا كيف العاده، وكما كتشوفوا معايا هنا بنتي يلاه فاقت مسكينه لقتني الله كنجمع. صافي، المهم نعطي لبنتي تفطار وهذا، وان شاء الله نكمل معكم فيديو ديالي. نتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، ونتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك وتشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي. وهنا البنات ان شاء الله غندوز الطريقه ديال التحضير ديال التورته ديالنا. كما كتشاهدوا هنا، هذا الكيك الاول اللي غنحتاج فيه بيضه، كاس ديال السكر، واحد فاني، وكنخلط هاد المكونات وكنزيد لهم كاس ديال الحليب، كنخلط كل شيء مع بعض كما كتشاهدوا معايا في الصوره، حتى كيتجانسوا ليا المقادير ديالي مع بعض. وغنضيف كاس ديال الزيت وكنخلط مقادير ديالي كما كتشاهدوا معايا. ضفت نصف كاس ديال الماء، كما قلت لكم يعني اقتصاديه، مكونات متوجده في كل بيت. وهنا البنات كنضيف الدقيق كما كتشاهدوا معايا، دقيق الفرص. صافي، كنحاول نخلط الخليط ديالي مزيان. وغنحتاج واحد الساشي ديال الحلوه كما كتشاهدوا، وغنخلط الخليط ديالي مزيان، وغناخذ واحد المول اللي مدهون بالزبده والدقيق، وغنضيف فيه الخليط ديالي كما كتشاهدوا معايا في الصوره، وغندخلها الفرن على نار مهي، يعني نار مهيله هكا. وكما كتشوفوا البنات راني طيبت الكيكه الاولى، وهذه راه الكيكه الثانيه، راها نفس مقادير، فقط هنا ضفت معلقه صغيره ديال نسكافي وبودره كاكاو. بالنسبه للمقادير بحال الكيكه الاول، بحال الكيكه الثانيه، فقط هنا ضفت معلقه نسكافي وبودره كاكاو. كما كتشاهدوا معايا البنات قسمت الكيك ديالي، هذه نفس الطريقه اللي درت الكيك الاول كما كتشاهدوا معايا، قطعتو هكا باش تجيني هكا الكيك ديالي، فاش كنستفو هكا بلا كريم يجيني مقد. وهنا البنات كنقطعها في الوسط كما كتشاهدوا معايا في الصوره، يعني كيجيو الجيلوانز ديالنا مقادين وناجحين 100%، كما كتشوفوا الكيك الاول اللي شاركت معكم مقادير ديالو، ونفس مقادير الكيك الثاني، فقط هنا كتضيفوا بودره كاكاو وملعقه نسكافي. صافي البنات كما كتشاهدوا معايا، نحطهم يبردوا شويه وغنسقيهم بالحليب كما كتشاهدوا معايا في الصوره. ضروري تسقوا بالحليب مزيان باش يجيونا رطبين، كما كتعرفوا هكا الكيك ديال لاكريم هكا كيبغي يكون رطب شويه، ما كيبغيش يكون داك الكيك قاسح. اصلا جينوز جاتني الكيك ديالي جاتني يعني رطبه وهشيشه، فقط دزت ليها هكا شويه ديال الحليب. وهنا البنات غندوز باش نوجد كريم شونتي، عندي باكيه ديال كريم شونتي كما كتشوفوا معايا، وغنضيف كاس كبير ديال الحليب. الحليب يكون بارد البنات باش طلع لينا، لا باش طلع لينا الكريمه ديالنا كما كتشوفوا البنات. غناخذ الطراب ديالي غنطلع بها الكريم كما كتشاهدوا، ومن بعد ما وجد ليا ما طلعت الكريمه ديالي مزيان، غندوز ان شاء الله باش نوجد معكم دوك الجينواز نقدهم بلا كريم. ونتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي لايك. وهنا كما كتشوفوا بعد ما طلعت الكريمه ديالي، كناخذ هاد الطبسيل هذا كنحط فيه ديال الحلوه، وغنحط الجينواز ديالي كما كتشاهدوا معايا، غنحط الاولى، وفي نفس الوقت غنسقيها ثاني بشويه ديال الحليب كما كتشاهدوا معايا. انا كثرت لها شويه الحليب باش تجيني يعني رطبه وتجي هشيشه بزاف. صافي، وغندوز ندير الكريمه هكا كريم الشونتيي كما كتشوفوا، ومن بعد غندوز نحط الطبقه الثانيه اللي هي ديال بودره كاكاو، وغنحط عليها ثاني الطبقه الثالثه ديال الكيك عادي،
وتاني تبقيني كنحاول ندير البيض مع هكا الكحل. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تزابيوش بمعايا الفيديو حتى الاخر، ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. صافي البنات، كما كتشاهدوا معايا من بعد ما كملت الحلوه ديالي درت ليها تزيين بسيط كما كتشوفوا معايا، يعني نتوما غتزينوا بالطريقه اللي بغيتوا. هنا البنات ضفت فقط دوك الشوكولاته كمدورين، وضفت ليه الفيغميسيل ديال الالوان هكا، والفيغميسيل في بشوكولا ديك حل هكا. يعني كما قلت لكم التزيين بسيط، وخا هكاك جات هائله، عاطية المنظر، وحتى في المذاق جات زوينه بزاف بزاف. ونتمنى ان شاء الله تجربوها كما شفتوا معايا، يعني اقتصاديه، مقادير متوجده في كل بيت، يعني جات معكم حلوه بسيطه واقتصاديه وما فيها باس، تفرحي وليداتك، تفرحي موالين الدار بحلوه بسيطه واقتصاديه، خصوصا فاش كيكون عيد ميلاد عند وليداتنا وهكا كتصيب اليوم حلوه في الدار، يعني سهله مهله كما كنقولوا وبسيطه. ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف على المتابعه. ما تنساوش البنات لايك، وغنقول لكم تهلاو ليا فريوسكم كنحماق عليكم، وتبارطاجيو الفيديو اذا عجبكم مع الاهل والاصدقاء، وغنقول لكم بالسلامه عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.